الأخبار الكل صغار وكبار عند بداية كل نهار يلزمنا وقفة إفطار والأخبار ما الأخبار الكل صغار وكبار عند بداية كل نهار يلزمنا وقفة إفطار هم 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 خطر جدا ألا تفطر ستدوخ ويأتيك صداع كل بهدوء إلا تستعجل فالجوع عدو الإبداع خطر جدا ألا تفطر ستدوخ ويأتيك صداع كل بهدوء إلا تستعجل فالجوع عدو الإبداع ما الأخبار ما الأخبار الكل صغار وكبار عند بداية كل نهار يلزمنا وجبة إفطار ما الأخبار ما الأخبار الكل صغار وكبار عند بداية كل نهار يلزمنا وجبة إفطار هم 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 بعد النوم يكون شعورك أنك لا ترغب في الأكل إذا أكل ستحب فطورك قل يا ماما صباح الفل